أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن أكثر من 30,000 مريض حصلوا على عقار السوفالدي المحلي بمراكز الكبد. وأضاف دوس أن نسبة الشفاء بعقري السوفالدي المحلي والمستورد بلغت 70% ممن يعانون من التليف الكبدي و 90% لغير المصابين بالتليف الكبدي، مؤكدا أنه سيتم ضخ 150,000 عبوة من عقار الدكلينزا في مراكز الكبد بنهاية يناير الجاري.